أكثر من سؤال يسأل فضيلة الشيخ عن تمثيل الشخصيات الإسلامية وما ينتشر في شهر رمضان. فضيلة الشيخ، شهر رمضان شهر العبادة والخير، لكن أهل الشر يتسلطون ليصدوا الناس عن شهر رمضان، يجيبون لهم المسلسلات، يجيبون لهم التمثيليات، يجيبون لهم المضحكات، يجيبون لهم المسابقات من أجل أن يشغلوهم عن العبادة، فاحذروهم وحذروا منهم، لأنهم يريدون صرف الناس عن شهر رمضان بهذه الملهيات. التمثيل في أصله، التمثيل في أصله ما هم من عمل المسلمين، هذا مجلوب من عادات الكفار. وإذا كان التمثيل للعلماء أو تمثيل للصحابة وهذا أشد، لما يجوز، نعم، لأن هذا امتهان، امتهان للعلماء، امتهان للصحابة، نعم، ما يجوز هذا، نعم.